خلينا نروح دلوقتي لتقرير تاني من المؤسسة المصرية للأزياء والموضة، واللي أقامت النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري اللي سلط الضوء على مصر كوجهة لريادة الموضة في الشرق الأوسط بحضور عدد كبير من المصممين العالميين والمصريين. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. احتفالا بتراث مصر الغني وحضارتها العريقة من خلال الموضة، وللمرة الأولى تم الإعلان عن النسخة الأولى لأسبوع الموضة المصري Egypt Fashion Week، واللي بتنطلق خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو تحت شعار الماضي والحاضر والمستقبل. تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من أزياء لأبرز وأفضل المصممين ومعارض الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات لعدد من المصممين المصريين، وده بجانب عقد عدد من الجلسات النقاشية لقادة صناعة الأزياء المحليين والدوليين في مجالات التصميم والحرف اليدوية. Egypt Fashion Week حدث يتم لأول مرة في مصر، دي نسخته الأولى، وإحنا الحقيقة ما بنخترعش حاجة جديدة لما بنقول فاشن ويك أو لما بنقول أسبوع موضة، إحنا بس عايزين نبتديه في مصر ونبتديه لصالح المصممين والمصممات المصريين ولمصر بصفة عامة، لصالح المصممين في صناعة الموضة. أنا هنا بنتكلم عن ملابس، بنتكلم عن مجوهرات، بنتكلم عن اكسسوارات، بنتكلم عن جلود وأحذية، بنتكلم عن صناعة بحالها. حتى دلوقتي بقى صناعة بقت الفود اند بيفرج، يعني الأكل دخل كمان في الموضة، يعني بقى في علاقة دلوقتي إن الطبق لازم يبقى له شكل معين، في artistic point of views. إنما إحنا النهاردة بنهدف إلى إن نوري الشباب إن لو أنتوا مهتمين بحاجة زي كده إحنا ممكن نخليكوا تبانوا. ولما بنعزم مجالس من المنطقة العربية اللي حوالينا ومن برضو أفريقيا، ده معناه إن إحنا كمان بنخلق بيننا وبينهم تواصل علشان صالح الصناعة في مصر، وعلشان نقدر برضو نعرف منهم هما إيه البلاد بتاعتهم بتقدر تفيدنا في إيه. الهدف من تنظيم أسبوع الموضة المصري هو دعم المواهب الشابة من المصممين لإبراز نجاحاتهم في تصميم أزياء بمستوى عالمي، إضافة إلى المساهمة في نمو صناعة الملابس محلياً في ظل ما تتميز به من مزايا تنافسية أبرزها القطن المصري. بقالنا تقريباً من 2007 و2008 بنحلم بأسبوع الموضة، وبنحلم أنه يبقى معانا شباب مصممين نعرضهم للعالم ونقول مصر ذات الحضارة العريقة وذات الخامات والصناعة العظيمة تستاهل ان احنا نطلع بيها بره، وان العالم كله يشوف المنتجات المصرية بالفكر المصري، منتج بنسميه ليه قيمة مضافة لانه من اول الديزاين للمنتج النهائي مرورا بصناعة قوية. وشبابنا ابدعوا، مصر بقى فيها مدارس للموضة، عندنا جامعات ومدارس الموضة متعددة خرجت اجيال حلوة، ومن أول الأكسسوري للفستان للمنتج الرجالي للكتانات للأقطان للهاند بينتينج على الأقمشة. تمت دعوتي بلطف شديد للحضور والتعرف على الموضة المصرية التي أنا سعيد بها حقا، وكانت تجربة رائعة حتى الآن. دائما ما يكون من الصعب أن تفعل الشيء لأول مرة، وستكون هناك دائما أشياء يمكن تحسينها. أود أن أقترح، ربما ليس بالضرورة مجرد النظر إلى العروض، ولكن وجود معارض حيث يمكن للناس التفاعل والمناقشة مع مصمم بدلا من مشاهدة العروض فقط. الجهود اللي بتقوم بها الوزارة نحو الترويج لسياحة عروض الأزياء، وخاصة في ظل ما تشهده مصر من رواج في سياحة عروض الأزياء وربطها بالحضارة المصرية.
الحقيقة إن مصر من قديم الزمان وهي بلد الموضة والجمال، فرحانين طبعاً بوجود النسخة الأولى من أسبوع الموضة المصري، وده حدث عالمي بيحصل في بلدان كتيرة جداً، فإن شاء الله نشوفه في نسخ تانية وفي قمة وتطور على طول بإذن الله.